شاف بورسعيد مصدر إلهام لأنه عاش وكبر فيها، بقى له خيال صافي ووجدان من لون سماها ومبانيها. أستاذ خضير جواه فنان، رسم الخطوط العربية، كتب حكاوي أهاوي زمان وسهر ليالي الحلمية. الشهد غرقان في دموعه وكل ده بإيديه مخطوط، أعماله عايشة ما بين الناس مهما الزمان بالعمر يفوت. أستاذ خضير، خضير بيه البورسعيدي، نحن في حضرة التاريخ. صح؟ طبعاً. وبعدين حضرتك غاوي الاحتفاظ بالتاريخ. بورسعيد عندي هي كل حاجة. بورسعيد. عشان كده خضير البورسعيد. عشان كده خضير البورسعيد، وما فيش لا مسعد ولا مصطفى ولا بتاع، كله خضير البورسعيد. نقيت الكنية، نقيت أنت من فين؟ زي بتوع زمان. وجيت هنا عشان هنا زي بورسعيد. الحته دي الناس فيها زي بورسعيد. اشمعنى وكده؟ ورمضان برضو نفس الحكايه. اشمعنى حاسس ان احنا هنا في الجماليه مش كده؟ احنا في الدمغه والموازين والجماليه. ايوه اشمعنى الحته دي زي؟ انا هقول لك على حاجه. انا اول ما جيت مصر سنه 58 كنت جاي اشتري حاجات، بسال على المكان، مكان العماره دي قبل ما تتبنى. كان في مطبعه انا عايز منها كتاب خط، ف واد من العتبه ودوني السبتيه، بيقولوا له رؤي كده ومش عارفين، بيدين له غلط خالص. تمام. انا لما جيت هنا عند الحسين وقالوا له الحسين، في واحد شدني كده وجابني لغايه هنا، فحسيتهم اطيب. حسيت اطيب، ومتعاونين وكويسين، وفعلا الناس هنا ناس مبروكه من الحسين. اولا مبروكه، ثانيا احياء قديمه، تعرف كل واحد ليه ماسكه، تعرف ابوه، تعرف جده. صح. وبعدين ده على فكره ده اللي انا اقدر اعيش فيه بالايات القرانيه والحاجات اللي انا بكتبها، دي حاجات روحانيه دي. صحيح. انت كتبت اول حاجه عندك 6 سنين؟ كتبت ايه؟ كتبت من يتعاون مع الاستعمار له الموت. له الموت. مش عايز حد يروح يشتغل عندهم. هم في القرنص. هم كان المعسكرات موجودة. تعدلهم من سكة واحدة. الشارع ده كل الموظفين رايحين عندهم. احنا اطفال في سنة اولى ابتدائي نتلم بالطوب ونضرب دول وتضربوهم وهم رايحين يشتغلوا في القرنص. بقى اللي يجي ياخدنا البوليس ويحطونا يلم العيال. يحطونا في السجن. واصل كان كله بيجري وانا ما بجريش، يروح اول واحد جايبنا. 6 سنين. ما بجريش خالص. فيروح واخدني حاططني في السجن، ويروح والدي يخلصني. بعد كده بقوا ياخدوا والدي، فقلنا لا احنا نكتب بقى على الحيطان. فكرنا فيها وكانت الكتابه عاديه خالص، مكتوبه لي كده بس. شفت الصوره وانت صغير كده عندك 12 سنه بتكتب حاجه؟ ده دي كنت خلاص كبرت بقى، كنت فتحت مكتب وشغلت. وانت عندك 12 سنه؟ لا وانا عندي 8 سنين المكتب. فتحت مكتب وانت عندك 8 سنين. تكتب ايه؟ يوفر بقى اعلانات. وانا عندي 8 سنين معايا ولد معايا في الثانيه ابتدائي، ابوه عامل يافطه كبيره 6 متر، فقال له بيعيط يقول له ابوه صاحبي اللي يكتب اليافطه. قال له صاحبك مين يا ابني؟ قال له صاحبي زميلي. قال له زميلي في تانية ابتدائي؟ تانية ابتدائي. قال له قعدت عيطت. قال له طب هاته لي، ممكن تجيبه له وانت جاي من المدرسة. فجابني قال لي انت يا بابا تعرف تطلع السلم وتكتب اليافطة؟ صحيح يا بابا تاني. تعرف تطلع السلم. قلت له اكتبها. قال لي طب هتكتب ايه؟ هتكتبها ازاي؟ هو بدأ بمحمد. قلت له شوف انا هكتب محمد معاه بالبويا الحمراء هي بيضاء، هكتب محمد وانت واقف، اكمل ولا ما اكملش؟ ومش عاجباك معايا جهاز وقوطه همسحها وهتسلمها ازاي؟ اتبسط قوي. وبعدين قلت له بقول له ايه اكمل؟ لقيته تحت قد كمل ايه؟ المحل اتعرف من غير ما اكمل. بص وراك لقيت الناس كده قافلين السكة. صغير صوته حلوة يعني. قافلين السكة قفلة فظيعة. طب وجيت مصر امتى بقى؟ أنا جيت مصر سنة 61 على الجيش. على الجيش؟ ورحت في كاتم أسرار، حتة كويسة يعني
على عرفوا الشارع. عرفوا اكيد ان انت بقى خطك حلو كده. ايوه بقيت اكتب للقاده وبقيت اكتب النقاشين والانواط والحاجات دي كلها. عملت كل ده؟ عملت كل الحاجات دي. بعد كده استقريت بقى في القاهره. وبعدين وانا في الجيش جيت فتحت محل في الوش هنا. هنا في الجماليه. وفكرت بان انا بقى ايه ما بقاش اقليمي واقعد هنا واخد معايا بورسعيد ابقى احط كلمه خضير بورسعيد. صحيح. من هنا بقى قلت ايه تسمي نفسك البورسعيد؟ خضير البورسعيد. امتى اشتغلت يا استاذ خضير في التلفزيون؟ اشتغلت 64 سنه 64. وده كان بالنسبه لك بقى مختلف تماما، عالم تاني. بس كنت كتبت سينما قبليها. كنت كتبت سينما؟ افلام اسماعيل ياسين كنت كتبت منها كتير. افيشات لاسماعيل ياسين؟ اسماعيل ياسين ونجلاء فتحي. نجلاء فتحي اول ما طلعت. انو فيلم لاسماعيل ياسين؟ هونج كونج اول فيلم. معروفه قوي الطريقه اللي كانوا بيكتبوا بيها اسماعيل ياسين. وبعد كده اشتغلت في التلفزيون. اشتغلت في التلفزيون. التلفزيون هنا بقى الخطاط دايما بيكتب كتابه مظبوطه عشان الخطاط يشوفها يعرف ان ده يعني بيمضي دايما. انما التلفزيون عاوز انا هعامل الجماهير. حتى لدرجه في الكوره كنت بعمل كلمه الصراحه واحد قاعد اول ما تيجي الناس كلها تضحك. يعني ليا الحاجات دي. الحاجات الثانيه في التلفزيون برضو انا يعني لما يجي اسماعيل عبد الحافظ يقول لي عاوز المسلسل ليالي الحلميه اروح اقول له وريني هتنزل فين. الاقي اهل الحلميه خارجين من عرسي كده وبتاع ومهرجان رحت عاملها ليالي الحلميه. عامله مهرجانات كده. عامله مهرجانات. صحيح. والقران اللي كان بيجي في التلفزيون واللوحات تختلف. القران ده بقى شغلانه. جميل. بس شغله حلو. بس هم مثلا بيسلمني شريط على افرغه ازاي؟ هنعمل هنقول الشيخ البنا بيقول انتم في لوحه اشد خلقا في لوحه. ايوه ما كانوا قبل السماء. صحيح اللوحة. صحيح. ويرجع يكرر قبل وراه اروح وراي اروح واجي معاه. اللوحه بتتحط كده تتنطر كده. فدلوقتي شغله غير دلوقتي. دلوقتي كده ترجع خالص. فكانت كده. ايه اكتر حاجات شهيره في التلفزيون انت بتعتز بيها؟ انا بعتز الحمد لله بكل حاجه عملتها في التلفزيون. بس هو من ايام بتاع دي الحاجات بتاعه القاهره والناس. انت كاتب القاهره والناس. كاتب القاهره والناس وكاتب اغلبيه حاجات محمد فاضل. محمد فاضل كل المسلسلات وكل حاجات احمد طنطاوي. الحلميه وحكاوي القهاوي. انا وحكاوي امي كانت مبسوطه قوي ان انت كتبت. وكتبت اساميهم كلهم. كلهم. بكتب الاسامي. يعني كتبت اسامي كل اللي بيشتغل. كله. طيب تعالى نستفيد ووريني. ده انا ممكن اعلمك نص ساعه. يا سلام. والله انا نجيبه لعلمك. طالبه نجيبه. جربني بس. طبعا. تعالى. يلا بينا. بيت القاضي واحد من أهم وأشهر الشوارع في قلب القاهرة الفاطمية، وده لأنه بيربط بين حي الجمالية والحسين والمعز. في بداية الشارع هيلفت نظرك يافطة مكتوب عليها بوابة بيت القاضي اللي اتبنت وقت حكم محمد علي باشا الكبير لغرض أمني في الفترة دي. وانت هنا في الجمالية على إيدك الشمال بعد متحف خضير البورسعيدي هتشوف جامع أثري عريق اسمه تتر الحجازية بنت الناصر محمد بن قلاوون. الجامع قديم جدا، فيه قبه كبيره منقوش عليها بقايا كتابات تاريخيه، وله مئذنه حجريه كانت مكونه من ثلاث دورات اتهدمت منهم الدوره الثالثه اللي كانت بتضم شرفه المؤذن. طيب احنا هنا في المكتب، حضرتك بتشتغل على المكتب ده عدد؟ حضرتك قلنا ان الخطوط الدرجه العاديه كام خط؟ ست انواع. ست انواع، دول اللي معظمنا عارفهم. هم ايه؟ هما أولاً دايماً بيتكلموا بيقولوا الأول على الرقعة وبعدين الواو الناس وبعدين الواو الديواني.
الديواني اللي هو دواني. شبه انه في الكلام ده شبه حكاوي القهاوي دي اللي حضرتك عملتها شبه ده الديواني بعدها الواو الفارسي اهي الفارسي الخامس فيه شيك قوي ده ايه ده ايه الكوفي ايوه وحضرتك بتعمل الواو الكوفي دي افتكرت المسلسلات الاسلاميه كلها كلها انا اللي كتبتها كمان اللي هي بتاعت امين الصاوي والاحمد طنطاوي ايوه محمد رسول الله محمد والذين رسول معه الله. كان سنين ايوه كل سنه كان نبي من انبياء الله لا كل ده انا كل الحاجات ده من زمان قوي من زمان الشواد اللي شغال فيها طيب فاضل خط واحد لانها كان فاضل الثلث بقى الحلو ده الواو كده بتضحك بتضحك كده ومبسوطه شايفه ازاي اهي بتحس ان في خطوط رجالي وخطوط حلوه في الكتابه ساعات احس كده لا في الكتاب اعرف ليه اعرف ان ده حريمي ولا كتاب ولا رجالي وممكن اعرف كمان ده شمال ولا يمين دول الاثنين ممكنين واللون ده جميل قوي الاحمر القاني ده هل ده برضو حاجه يعني تراثيه الاحمر ده ده تراثي وطبيعي لان انا بعمله من ايه بعمله من, 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 من الالوان نفسها فيها البتاع دي فيها فيها الرمان وفيها ال دم غزال والحاجات لا اللي هو البنجر كده اصباغ طبيعيه طيب دي الخطوط الدرجه المعروفه حضرتك بقى ابتدعت خطوط خاصه بيك انا عملت خطوط التلفزيون اللي هي المعروفه كل البرامج اللي هي اتعملت بالخط الحر هو اللي انا اللي عامله ايه الخط الحر يعني ده الكتاب بتاع حضرتك وريني قصدك ايه بالخط الحر الخط الحر اهو كل ده خط حر اهو ده تلاقيها مثلا ده ده انت مخترعه ده فري خضير يعني خط حر بصي ده شوفي بيتكتب ازاي وريني اما كتاب جميل ده بيتكتب بيبقى شوفي ابقى ماسك اللوحه كده واكتب كده اهو دي ايه الكلمه دي التلفزيون التلفزيون حتى كلمه تكوينات وعناوين هي نفسها شو بقى نعمل بقى ايه كده يعني الخطوط برضو فيها موضة طبعا صح فيها موضة فيها يعني انا لما اشوف بس برضو هو حضرتك عملت الموضة يعني انا لما اشوف عيد سعيد وكل عام وانتم بخير كده بحس بالسبعينات او بالثمانينات عشان وانا طفلة صغيرة كنت بشوف الحاجات دي في التلفزيون فبيرتبط ليه يقدم دي التلفزيون يقدم مثلا فتبقى أيقونية كده فما ننساهاش طيب امال بقى الخطوط الفونتس اللي احنا بننزلها من على الكمبيوتر تعمل بقى ازاي الحاجات خلاص الدول دخلوا الكمبيوتر دلوقتي بتوعك انت اللي هما فري طيب انت ايه رايك في الفونتس بتاعه الكمبيوتر دي هل تستبدل الخطه لا 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 انا عايز اقول لك على حاجه قول انا بقولها دايما يعني قول الكمبيوتر انا هكتب الف عدله كده رقعه عدله قوي والكمبيوتر هيعملها برضو عدله قوي كبري بتاعه الكمبيوتر 100 مره هي عدله قوي مزبوط. كبري بتاعتي هتلاقيها كده اهو ضربات قلبي بتضرب فيها القلب بتاعتي البني ادم اللي عمل عندك ناس تفوقوا عليك يا استاذ طبعا فرحان بيه ما هو دلوقتي خلاي طلع ناس بتباكس صحيح لما يجوا يباكسوا هو كده مش هيدوا محمد علي كلاي صح انا بقى فرحان بيهم لانهم اولادي وبياخدوا مني اجازه وبعدين عندي في العراق كتير كمان شو العراق اللي اهتميت بيه؟ دي يعني بلد الخط العربي بلد الخط العربي وهم اللي بيجوا ياخدوا الاجازه مني بيقولوا احنا اتعلمنا من التلفزيون والله بيقولوا اتعلمنا من التلفزيون المصري ما تنسيش ان انا قدمت 300 حلقه في البرامج التعليميه انا اللي كنت مقدم وكل حاجه وفي القناة الرابعة قدمت 300 حلقة اسمها الخط فن لا يعني ليا تلاميذ كتير من بعيد
بعد كده جم بقى بقيت ايه اظبطهم وياخدوا الاجازه. ينفع تاخدني بقى في المتحف الجميل بتاعك نتفرج على اللوحات وتقول لي ايه اقرب حاجه لقلبك وحسيت ايه وانت بتعمل دي وحسيت ايه وانت بتعمل دي؟ قوي بقى هو ده اهم حاجه. يلا. بتحس بايه يا استاذ خضير وانت قاعد كده في وسط الحاجات اللي انت عملتها على مر السنين يعني؟ انا بحس بعمري. بعمرك؟ اها. تفتكر بقى كل سنه وانت عامل دي؟ وكل لوحه ليها وقتها. اللي انا بفتكره. وبعدين في لوحات كتير كاتبها وانا في القطر مسافر، وكل دوله سافرت فيها كتبت وانا قاعد، يعني اروح اجي من يومين ثلاثه معايا لوحتين ثلاثه. وكل التكنيك بتاع اللي هو زي الزواق او اسمه ايه؟ الزواق ده اسمه ابرو. الابرو عارفه ده بيتعمل على ايه؟ يعني ده تليان زي بتاع الالوان بتتعمل على الميه فوق الميه. ايوه. وبناخدها بالورقه ونطلع ونشفها كده. اه. طب والكلام بتنقي الكلام ازاي؟ الكلام بقى هو يعني غني المؤمن بالله. كلامي كلام انا. انا عجباني قوي دي. الهمه جناح الحظ. الهمه جناح الحظ. اه. ما بترضاش تبيع ليه من ما دام انت موجود ربنا يديلك طول العمر وتقدر تنتج تاني وتاني؟ لا الناس اللي بتيجي لما بيجي لي الكليات دي عشان يتفرجوا وبتاع واديهم محاضره وده ايه واتعمل ازاي في عند الدنيا. مش عايز تبيع خالص؟ لا ابيع ازاي وانا عاوز اعمل ده دلوقتي متحف مش هيفضل كده، مش هتجيلي بعد 3 4 اشهر وتاني دول فاضي. لا مش هتلاقيه دول كمان، هتلاقي ده اتغير كله فعلا. ومحبين الخط بقى ده بيغذي يعني، انا ممكن اقعد اشتغل لتاني يوم ما اكلش، اقعد انسى ان انا جعان. حبيتك قوي. يعني انا عندي نشوه اللي هي ماسكه معايا دي اقول لها نشوه انا اتغديت الساعه كام بقى 12 بالليل اتغديت، تقول لي لا طب شوف ناكل. هاتوا بقى حاجه ناكلها. يا ساره عملتي صوره جميله يا ساره ولا مكسوفه؟ دايما زميلتنا ساره بترسم بورتريه للبطل بطل الحلقه بتاعتنا النهارده في حكاوي الايهاب. اتفضلي يا ساره. عاشت ايديك يا ساره. ميرسي يا ساره. عاشت ايديك. وبص بقى عليها ايه؟ حكاوي ده اسم الاسم اسم البرنامج اللي انت عامله من مليون سنه. برافو برافو. حلوه يا زلمه. جميل. اللي ملوش ماضي يشرف، ملوش لا حاضر ولا بكره. احنا بنيجي الدنيا عشان وقت ما نمشي نسيب ذكرى، يكتب تاريخك خط ايديك بالنسخ مره وبالرقعه، وتلاقي دايما ناس حواليك بتسندك وقت الوقعة، تتشال مع الدنيا وتتحط ويرضى قلبك بالمقسوم، وشريط حياتك زي الخط بالمسطرة ماشي ومرسوم.